فاز الطلاب هلا ديوب آلاء شيخ الحارة إيهاب كسيبي ومدربهم الدكتور أحمد أسعد من جامعة دمشق كلية الحقوق الفائزين بالمسابقة الإقليمية الأولى للقانون الدولي الإنساني بعد منافسة قوية مع فريق من المغرب والجزائر وفلسطين ومصر والإمارات والأردن. ولنتعرف أكثر على تفاصيل هيدا بصرنا ينضم لنا عبر الهاتف عميد كلية الحقوق الدكتور ماهر ميلاندي. سعد صباحك دكتور. صباح النور، يسعد اهلا صباحك. وسهلا لجميع السادة المشاهدين. اهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتور ماهر. بالبداية ان شاء الله الف الف مبروك. شكرا والف مبروك لنا ولسوريا. اكيد. خلينا بالبداية نتعرف من حضرتك عن المسابقة. طبعا نحن كانت فرحتنا ولا تزال عامرة بهذا الفوز اللي حققه أبنائنا وبناتنا من طلبة كلية الحقوق بجامعة دمشق. هو انتصار وطني وعلمي بامتياز. هؤلاء الطلاب في الحقيقة أثبتوا أن شعب سوريا رجالا ونساء هو وقود لا ينضب، وسوريا قوية بمبادئها وعلمها المفروض على الجميع، وخصوصا في هذا الزمن العربي الرديء. القصة راح ابتدي انا ببداية القصة. بدأت حينما تواصلت كلية الحقوق بجامعة دمشق مع بعثة الصليب الأحمر في سوريا من أجل دراسة موضوع إبرام مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق والصليب الأحمر. وبعد عدة أشهر استطعنا أن نوقع هذه المذكرة. نعم. في الأول من شهر شباط. وقد ثم استقبلنا مشكورا السيد وزير التعليم العالي وزودنا بتوجيهاته بوفد مشترك مع الصليب الأحمر، وطالبنا بضرورة المشاركة في جميع الفعاليات العلمية أينما جرت. وفعلا بعد اللقاء تم توجيه دعوة إلى جامعة دمشق عن طريق الصليب الأحمر للمشاركة أو لترشيح 3 طلاب مميزين مع مدربهم من أجل المشاركة في دورة المحاكم الصورية للقانون الدولي الإنساني التي انعقدت في القاهرة في 29-30 آذار. علما أن سوريا لم تشارك سابقا في مثل هذا النشاط بسبب الظروف الراهنة والمواقف المعادية لبعض من يسمي أنفسهم أشقاء عرب. لا. ومع المشاركة الأولى كان الفوز الأول. فكانت المشاركة الأولى لنا. نعم. قامت عمادة كلية الحقوق بالتنسيق مع رئاسة قسم القانون الدولي باختيار 3 طلاب دراسات عليا متميزين من بين كوكبة كبيرة من طلابها المتفوقين. هؤلاء الطلاب إيهاب كسيبي وهلا ديوب وهلا شيخ الحارة. تم ترشيحهم رسميا للمشاركة في الدورة مع مدربهم المحاضر الشاب الدكتور أحمد أسعد عمر، وأخضاعهم بإشراف كلية الحقوق وبعثة الصليب الأحمر لدورة تدريبية استمرت حتى يوم سفرهم يوم الأحد الماضي في 26-3، وكنا في تواصل مستمر معهم بشكل يومي. نعم. ونتابع حماستهم وانتقالهم للفوز من مرحلة إلى أخرى. وطبعا هذا تحقق بعدما فازوا بالمرحلة النصف النهائية على الفريق المصري، ثم انتقلوا إلى المرحلة النهائية، وعندها تأكدنا بأن الفوز أصبح لنا، وفعلا انتهت الجولة الأخيرة بفوزنا على الفريق المغربي. أنا بس بدي اسمحي لي. نعم، تفضل. كلمة صغيرة بنهاية مداخلتي، أنه نحن في كلية الحقوق بنعرف من هن طلابنا وأساتذتنا. نعم. وبنعرف شو علمنا وشو تعلمنا من أخلاق وعلم ومبادئ. جامعتنا السورية وخصوصا جامعة دمشق كانت ولا تزال وستبقى عريقة لا تحتاج إلى اعتراف من أحد، رغم أن الجميع داخل الوطن وخارجه لا بينكر جدية وعراقة وأصالة هذه الجامعة التي لا تزال بكليتها ومعاهدها وكادرها التدريسي والإداري والطلابي ومناهجها وأبحاثها العلمية عم تتطور باستمرار وبتثبت جدارتها على المستوى المحلي والعربي والعالمي. وأكبر مثال ما حققه هؤلاء الشباب بجدارة فائقة، أنا سأقول بأن سوريا مبروك لها ولهؤلاء الشباب أنهم رفعوا اسم سوريا عاليا وهو مرفوع أصلا، وتحقيقهم لهذا الفوز الرائع بفضل إرادتهم وعلمهم وعنفوانهم، وهذا دليل أن سوريا بخير وشبابنا وجماعتنا وعلمنا ثابتون صامدون وسنبقى أقوياء إلى أبد الأبدين. نعم أكيد إن شاء الله يا رب. دكتور خلينا نحكي أكثر يمكن عن تفاصيل الجهد يلي مبذل من أجل خوض مثل هيك مسابقة. خلينا نحكي يمكن كيف وراء الكواليس، كيف يمكن تم التحضير لها، وجهود المبذولة من قبل الدكاترة مشكورين طبعا.
نحن طبعا في عندنا مقرر اسمه القانون الدولي الإنساني. هذا القانون الذي يطبق في أثناء النزاعات المسلحة، يطبق القواعد المطبقة على معاملة الأسرى والجرحى والمرضى وما إلى ذلك. هذا المقرر أصبح حاليا في كلية الحقوق يدرس بشكل إلزامي، وهو نحتاج إلى ضرورة تبادل المشورة والتعاون مع الصليب الأحمر، وإلى ضرورة تدريب طلابنا وحتى أساتذتنا في هذا المجال. ونحن عندنا في بعض الأساس المتخصصين في القانون الدولي الإنساني. عندما تم الترشيح لهؤلاء الطلاب، وهم كما قلت هم طلاب متميزون مثل باقي طلابنا الآخرين، تم فورا تنظيم ورشة عمل بشكل يوميا حوالي 8 ساعات يوميا، تم تدريبهم على يد عدد من الأساتذة المختصين وبإشراف مدربهم الدكتور أحمد عمر. هي الدورة عبارة عن تخيل محاكمات صورية لمجرمي الحرب من رعاة الإرهاب الدولي، ومحاكمتهم وفق قواعد القانون الدولي. وفعلا احنا لقينا فعلا نشاط وحماسة كبيرة من قبل الطلاب، وفعلا يعني الطلاب هن كان اندفاع بشكل كبير جدا، وأرهقوا أنفسهم بشكل كبير جدا خلال فترة ما يقارب الشهر قبل سفرهم، والحمد لله أنجزنا ما نستطيع إنجازه، فمبروك لهم. طيب أكيد ألف ألف مبروك. دكتور ماهر، خلينا نحكي عن أهمية المشاركة بهي المسابقة كونها تعنى بالقانون الدولي الإنساني ضمن ظروف صعبة يمكن عم نعيشها، يمكن أكثر المعنيين فيها نحن اليوم. نحن بمجرد مشاركتنا، أنا قلت له للطلاب قبل ما يذهبوا، قلت له أنا أتمنى الفوز وأنا متأكد أنكم ستفوزون، وتودعناهم قبل ما يسافروا، لكن أنا بهمني بصراحة، أقولها لكم بصراحة، أنا بهمني المشاركة بالدرجة الأولى. أنا بهمني تروحوا وأنتوا طلاب أبناء سوريا تجلسوا بين الوفود المشاركة وتثبتوا جدارتكم، تثبتوا جدارتكم. إذا فزتوا كان هذا الأفضل، وإذا ما فزتوا نحن بهمني إثبات أن سوريا لا تزال باقية، وجامعاتنا باقية، وطلابنا متفوقون. نعم أكيد دكتور، نحن بدنا نتمنى لكم التوفيق، وأكيد رح يكونوا ضيوفنا فور عودتهم لسوريا. شكرا كثير لك يا دكتور، ويسعد صباحك. أهلا وسهلا، شكرا. دكتور ماهر ملندي عميد كلية الحقوق، شكرا لهي الاتصال، وأكيد بدنا نقول ألف مبروك للسوريين اليوم، جميع ضيوفنا فائزين بالمراتب صحيح. الأولى، يعني نحن دائما فخورين فيهم، دائما يمكن السوري رغم كل ظروف الأزمة لا عم يرفع رأس سوريا وعلم سوريا بجميع البلاد.